الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحكام توكيد الفعل بالنون. طبعا نون التوكيد تأتي لتقوية الفعل، يعني هي تأتي لتقوي ماذا؟ لتقوي الفعل وتجعل أو وجعل زمنه مستقبلا. طيب أولا لابد أن نعرف الفرق بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. أن نون التوكيد الثقيلة تكون مشددة، يعني مشددة هكذا ومفتوحة طبعا ومبنية على الفتح، وما قبلها طبعا مفتوح وتأتي لتوكيد الفعل. طبعا الإعراب مبنية على الفتح، يعني حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب نون التوكيد الخفيفة هي نون ساكنة بدون تشديد، يعني هكذا، يعني مثلا اكتبا، يعني مثلا اكتبا بهذه الطريقة. طيب هي حرف توكيد هنا مبنية على السكون، يعني مبنية على السكون. مثلا طب هنا تنبيه، الفعل الذي يكون متصلا بها يبنى على الفتح، يعني لا ننسى هذا، لا ننسى هذا، أن الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت هذه النون ثقيلة أم خفيفة فهو يبنى على الفتح. يعني مثلا لا تهملن واجبك، إذا هنا الفعل هنا طبعا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، هنا نون التوكيد الخفيفة. أما هنا لا تهملن، هنا أيضا الفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ولا ننسى أنها حرف توكيد مبني على الفتح، أما هنا مبنية على السكون. وجاءت في القرآن ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. طبعا يسجن فعل ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح، وهذه النون نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح. ولا يكونن، هنا كتبت بعض العرب كانوا يكتبونها ألف تنوين، وكتبت هنا في الرسم القرآني ألف تنوين، يعني الأصل هنا أنه توجد نون ساكنة ليس ولا يكونن. طبعا النون الأولى مبنية على، طبعا الفعل هنا مبني على الفتح، لا يكون مبني على الفتح، والنون الثانية لأنها كتبت ساكنة فكتبت ماذا؟ كتبت ألف تنوين. وجاءت في أشعار العرب كتبت بالتنوين بالفتح. طيب هنا لو سجلنا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهي حرف مبني على الفتح. كذلك لا يكونن فعل مضارع هوت مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ماذا؟ الخفيفة، وكتبت النون في المصحف طبعا ألفا، يعني ألف تنوين. والأصل لا يكونن بنون ثانية ساكنة، هذه النون تسمى نون التوكيد، طبعا نون توكيد خفيفة مبنية على السكون. طيب أولا أو أحكام الأفعال أو الأفعال التي تتصل بها نون التوكيد. طبعا الفعل الماضي حكم توكيده بنون يمتنع، يعني نون التوكيد لا تتصل بالفعل الماضي، يمتنع توكيد الفعل الماضي بالنون. طب لماذا؟ لأنه يدل على الزمن الماضي، ونون التوكيد تجعل زمن الفعل في المستقبل، لذلك لا يصح أن نقول كتبنا. وكذلك أيضا أن الفعل الماضي شيء محقق الحدوث، يعني شيء حدث حقا فلا يحتاج إلى توكيد لأنه شيء حدث. إنما أنا قلت مثلا كتبا، يعني هو كتب وانتهى، إذا الأمر مؤكد بدون توكيد، لذلك لا نحتاج إلى توكيد، لذلك الفعل الماضي لا يحتاج إلى توكيد أصلا بالنون. وكذلك أيضا أنها تجعل زمن الفعل في المستقبل. طيب أما فعل الأمر والفعل المضارع، إذن الفعل الأمر الماضي يمتنع التوكيد بماذا؟ بالنون. أما فعل الأمر يجوز يعني يؤكد بالنون، كذلك الفعل المضارع يؤكد بماذا؟ بالنون. طيب حكم توكيده أو حكم توكيد بنون التوكيد، يجوز توكيده وبدون شروط، يعني الفعل الأمر يؤكد وبدون شروط لأنه يدل على المستقبل دائما، بخلاف الفعل المضارع لأنه له أحكام يجوز ويمتنع إلى آخره. إذن هنا فيجوز أن نقول مثلا اكتبن واذهبن،
إذا هنا توكيد الفعل المضارع جائز وبدون شروط وفي أي وقت. يعني ممكن تقول أكتب واكتبن. يعني لو قلت له مثلا أكتب لا مشكلة، تريد أن تؤكد هذا كأنه لا بد أن يكتب، تقول أكتبن. طب الفعل المضارع له عدة أحكام، يعني يوجد مواضع يجب فيها توكيد، يعني لا بد أن يؤكد الفعل المضارع، ومواضع يجوز، يعني ما تشاء يجوز التوكيد ويجوز عدم التوكيد، ومواضع يمتنع فيها التوكيد. إذن هو أولا وجوب التوكيد، جواز توكيد الفعل المضارع يمتنع، وتفصيلها فيما يعني. أولا وجوب توكيد الفعل المضارع بالنون، يعني لا بد أن يتصل الفعل المضارع بالنون، ولكن هنا شروط. طب متى يجب توكيد الفعل المضارع بالنون؟ أولا أن يقع الفعل المضارع جوابا للقسم، يعني مثلا أنا قلت مثلا والله لأجتهدن في العمل أو في حياتي إلى آخره، والله لأجتهدن. طيب أن يقع الفعل جوابا للقسم، نعم والله هذا قسم، يعني أنا لو قلت مثلا والله هنا قسم، طب أين جواب القسم؟ لأجتهدن. إذن والله ما النتيجة أو ما الجواب الذي تقسم ما الشيء الذي سيحدث؟ لأجتهدن، إذن هنا جواب القسم. أن يكون الفعل مثبت، نعم يوجد نفي؟ لا يوجد نفي، إذن الفعل هنا مثبت. أن يكون الفعل مستقبلا، أنت تقول والله لأجتهدن، يعني إن شاء الله سأجتهد، إذن هنا دل على الاستقبال، يعني أنت لم تقل والله لأجتهدن مثلا قبل ذلك إلى آخر، لا ما في، لا يوجد ذلك، إذن هنا دل على الاستقبال. أن يكون غير مفصول من لام الجواب، يعني لا يوجد هذه لام الجواب، لا لأجتهدن، انظروا مثلا والله لا أجتهدن، طبعا الفعل أجتهد، هذه اللام تسمى لام الجواب، لام الجواب. لا يوجد فاصل بين الفعل وبين ماذا؟ وبين لام الجواب. إذن هنا توكيد الفعل يجب، يعني لو قلت والله لأجتهد لا خطأ، لابد أن تقول والله لأجتهدن، لأن توكيد الفعل هنا ماذا؟ هنا واجب. لماذا واجب؟ أولا الفعل المضارع وقع جوابا للقسم، ثانيا ليس منفي، يعني ليس منفيا الفعل المضارع، يعني لم أنا أقول مثلا والله لأجتهدن مثلا، لا ليس منفي. طيب أن يكون الفعل مستقبل، يعني يدل على الاستقبال، أنا أقول والله لأجتهدن، يعني هذا في شيء في المستقبل. طيب رقم 4 أن يكون غير مفصول من لام الجواب، يعني لا يوجد فاصل بين الفعل ولام الجواب، وهنا لا يوجد فاصل، أنا لم أقل مثلا لم أقل والله لسوف أجتهدن، لسوف لا يوجد فاصل هنا، سوف لم تأتي هنا مثلا، يعني لا يوجد فاصل بين اللام والفعل المضارع. طيب نأخذ أمثلة، مثال آخر أهو قسم زائد لام جواب متصلة بالفعل، يعني عندما يأتي قسم زائد لام جواب متصلة بالفعل زائد فعل مضارع يساوي ماذا؟ نون توكيد وجوبا. بمعنى مثلا أنا قلت والله لأذاكرن، القسم والله، طيب متصلة بالفعل، لأذاكرن متصلة بالفعل، يعني لام متصلة بالفعل. طيب جاء الفعل المضارع ماذا؟ وكذلك غير منفي، يعني هنا مثلا قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني سيدنا إبراهيم يقسم يقول ماذا؟ وتالله لأكيدن. توكيد الفعل هنا واجب لماذا؟ اكتملت الشروط. أولا الفعل وقع جوابا للقسم لأنه يقسم، يقسم على ماذا؟ والله. ما النتيجة؟ أو جاب لأكيدن. طيب هذا الشرط الأول، وقع جواب للقسم. طيب الشرط الثاني هنا لا يوجد نفي، هل يوجد نفي؟ لا يوجد نفي، هو لم يقل مثلا والله لم، لا يوجد هنا نفي، إذن هنا مثبت. طيب هذا الشرط. طيب الشرط الثالث لا يوجد فاصل بين لام الجواب والفعل المضارع، يعني لام الجواب متصلة بالفعل المضارع، لا يوجد فاصل هنا، وكذلك الفعل دل على الاستقبال، لذلك هنا تالله قسم. نلاحظ هنا اللام لام الجواب متصلة بالفعل، طبعا فعل مضارع مؤكد بالنون وجوبا. قال الله تعالى في ولئن، طبعا لم موطئة للقسم، يعني تدل على قسم هنا. طيب ولئن أصابكم فضل من الله، ما النتيجة؟ ليقولن.
إذن هنا نلاحظ النتيجة أو جواب القسم، الفعل هنا وقع جواب للقسم، فعل مضارع أهو مؤكد وقع جواب للقسم. طيب في نفس الوقت لا يوجد فاصل بين لام الجواب والفعل المضارع، لا يوجد فاصل. كذلك الفعل المضارع مثبت لا يوجد نفي، إذن هنا اكتملت الشروط. إذن هنا نلاحظ توضيح، نلاحظ فيما سبق أن الفعل وقع جوابا للقسم أي نتيجة له وغير منفي يعني مثبت ودال على المستقبل، ولام الجواب متصلة بالفعل يعني ليس بينها وبين الفعل ماذا؟ فاصل. إذن هنا التوكيد، هنا توكيد الفعل هنا واجب يعني لابد. طيب ثانيا، متى يكون توكيد الفعل المضارع بالنون جائز؟ يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون إذا كان مسبوقا بطلب. طيب الطلب مثلا مثل ماذا؟ كلام الأمر مثلا، الأمر يعني لام الأمر، وليقرأن. إذن هنا الفعل المضارع هنا سبق بلام الأمر، يعني سبق بالأمر، إذن دل على طلب. إذن هنا يجوز أن أقول يقرأ ويقرأن، يعني يجوز حذف نون التوكيد ويجوز التوكيد بالنون. كذلك لو سبق الفعل المضارع بالنهي مثل لا تهملن، إذن يجوز أن أقول لا تهمل واجباتك، ويجوز أن أقول لا تهملن. لو قلت طبعا لا تهمل، الفعل المضارع طبعا مجزوم بدون النون، طبعا مجزوم بماذا؟ مجزوم بالسكون. طيب لو قلت لا تهملن، إذن الفعل المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل الجزم. جاءت في القرآن، قال الله تعالى ولا تحسبن. إذن هنا توكيد الفعل هنا جائز، يعني يجوز أن يقول الله ولا تحسبن، ولا تحسب ماذا؟ ولا تحسب. طيب إذا سبق طبعا خذون، إذا سبق بلام الأمر أو سبق بالنهي أو سبق باستفهام، كل هذا يدل على طلب. مثل مثلا هل تساعدن المريض، يعني يجوز أن أقول هل تساعد المريض، هل تساعد المريض، ويجوز أن أقول هل تساعدن المريض، يجوز هذا ويجوز، لأن الفعل سبق باستفهام. هل العرض، ألا تساعدن المريض، ألا أداة للعرض يعني، تساعدن المريض، ويجوز أن يقول تساعد المريض. التمني، ليتك تحفظن القرآن، أو مثلا تحفظن القرآن هكذا. طيب يجوز أن يقول مثلا تحفظه، ويجوز أن يقول تحفظن. طب الترجي، وأدته لعل، لعله يحفظ مثلا يحفظن القرآن أو يحفظ القرآن، يجوز إنه يجوز التوكيد ويجوز عدم التوكيد. أداة التحضيض، أدته هلا، تصومن يوما، ويجوز أن تقول هلا تصوم يوما هكذا. إذا كل هذه الأدوات تدل على الطلب، إذا هنا إذا كان مسبوق بماذا؟ بطلب. وقلنا أن الطلب النفي عفوا النهي والأمر والاستفهام والعرض والتمني والرجاء والتحضيض، أو إذا وقع بعد لا النافية، وهذا قليل يعني قليل الاستخدام. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن، يعني يجوز أن نقول لا تصيبوا، ويجوز أن نقول لا تصيبن. إذن الفعل المضارع وقع بعد لا ماذا؟ وقع بعد لا النافية، فيجوز هذا ويجوز هذا. أقول مثلا لا تكتبن، يجوز أن أقول لا مثلا محمد، مثلا أقول مثلا محمد لا محمد لا يكتبن، ويجوز أن أقول لا يكتب، يجوز هذا ويجوز هذا. إذا كان مسبوقا بإما، لأن إما مكونة من إن الشرطية زائد ما، وما هنا زائدة إما، قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، إذن يجوز أن أقول وإما تخافوا أو إما تخافن. إذن هنا التوضيح، نلاحظ فيما سبق أن الفعل المضارع يجوز توكيده بالنون، وذلك إذا سبق بطلب، وقلنا أن الطلب طبعا النهي والأمر والاستفهام والترجي والتحضيض إلى آخره، والنفي وهي لا النافية، أو إما التي هي مكونة من إن وما، إما تخافن أو إما مثلا تكتبن أو تكتب هكذا. طيب متى يمتنع توكيد الفعل المضارع، يعني يمتنع توكيد الفعل المضارع؟
أولا إذا كان منفيا ولكن وهو في جواب القسم، يعني في نفس الوقت منفي وفي نفس الوقت في جواب القسم. يعني مثلا والله هنا قسم لا أخون بلدي. نلاحظ أن جواب أن الفعل المضارع منفي وفي نفس الوقت في جواب القسم، إذا هنا لا يجوز. يعني لو جاء أقول لا أخونن لا يجوز توكيد الفعل، بخلاف هنا واتقوا فتنة لا تصيبن. هنا أصلا الفعل المضارع لم يقع في جواب قسم، لا يوجد قسم أصلا يعني. أما هنا يوجد قسم، والله لا أخون بلدي، إذن هنا وقع الفعل المضارع جوابا للقسم. إذن القسم الذي يعني الجواب نتيجة القسم، أو الشيء الذي أنا أقسم أنه لن مثلا لن يحدث مثلا هكذا. طيب أن يكون الفعل المضارع لا يدل على الاستقبال، يعني مثلا أقول والله مثلا والله لا أقرأ الآن، لا يجوز أن أقول لا أقرأ أن. لماذا؟ لأن الفعل المضارع لا يدل على الاستقبال ولكن دل على الحال بدليل الظرف الآن، لأن الظرف الآن يدل على الحال، شيء يحدث الآن. إذن الفعل هنا لم يدل على الاستقبال ولكنه دل على الحال. طيب رقم ثلاثة مفصولا من لام الجواب، يعني يوجد فاصل بين لام الجواب والقسم. يعني قال الله تعالى، يعني هناك قسم في أول السورة، سورة الضحى، نلاحظ قال الله تعالى والضحى، إذن هنا يوجد قسم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، إذن هنا والضحى هنا قسم، يقسم الله بالضحى. طيب أين نتيجة القسم؟ إذن اللام هنا واقعة، هذه اللام جواب القسم، لأن الله يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قال إلى آخره، إلى أن وصل ولسوف يعطيك ربك، لأن الله يقسم. ما الشيء الذي يقسم عليه أنه يعني سيفعله؟ النتيجة أو الجواب ولسوف يعطيك ربك وترد. إذن هذه لم نسميها لم الجواب. وهذا الفعل المضارع طبعا هو جواب القسم. نلاحظ أنه يوجد فاصل بين الفعل المضارع وماذا؟ ولام الجواب، يوجد فاصل وهي سوف. إذن هنا لا يجوز، اللي هنا يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون، يعني لا يجوز أن أقول يعطينك، لا. كذلك نفس الأمر والله مثلا لا سوف يفلح المجد، إذن هنا قسم. والله ما النتيجة؟ أهو الفعل المضارع أهو جواب القسم. نلاحظ لا، اللام هنا هي، إذن يوجد فاصل بين لام الجواب والفعل المضارع، لأننا كنا في وجوب توكيد الفعل المضارع بالنون ألا يفصل بين الفعل المضارع ولام الجواب. فهنا التوضيح أهو، فصل بين اللام بسوف ولذلك يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون. كذلك قال الله تعالى ولئن، لا ننسى أن اللام هنا موطئة للقسم، يعني هنا قسم موطئة للقسم. قال الله تعالى ولئن متم أو قتلتم، ما النتيجة؟ نتيجة القسم لإلى الله تحشرون. إذن لا، اللام الأولى هذه اسمها لام الجواب. طيب لإلى الله تحشرون، نلاحظ هنا جار ومجرور، وتحشرون هذا الفعل طبعا جواب القسم. نلاحظ أن الجر والمجرور فصل بين الفعل وبين الجواب، إذن لا يجوز أن نقول تحشروننا، لا يجوز، أو تحشروننا لا يجوز. إذن هنا أو تحشروننا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فصل، لا يجوز، يمتنع. كذلك مثلا والله لقد يسهو العالم، يعني العالم نفسه قد يسهو، كلنا نخطئ ونسهى وننسى إلى آخره، إذن هنا قسم، والله لقد يسهو العالم. إذن هنا نلاحظ أن لام الجواب، هذه لام الجواب فصلت، فصل بين بقد بين الفعل المضارع ولام الجواب، إذن فصل بين اللام والفعل بقد، لذلك يمتنع توكيد الفعل. إذن التوضيح، نلاحظ هنا فيما سبق أن الفعل المضارع يمتنع توكيده بالنون، ولذلك إذا كان منفيا في جواب القسم أو غير دل يعني على الاستقبال
أو مفصولا من لام الجواب القسم، من لام جواب القسم. طيب ملخص ما قلناه أو الخلاصة، ملخص أحكام توكيد الفعل المضارع بالنون. إذن هنا وجوب، أولا يجب، متى يجب توكيد الفعل المضارع بالنون؟ إذا أن أولا يجب أن يقع الفعل جوابا للقسم، أن يكون الفعل مثبت يعني ليس منفي، أن يكون الفعل مستقبل يعني يدل على الاستقبال، يعني أن يكون غير مفصول يعني يوجد فاصل من لا يكون مفصول من لام الجواب. يعني مثلا قلت والله لأذاكرن، نلاحظ أن هنا اكتملت الشروط أن الفعل المضارع وقع جواب للقسم. ثانيا مثبت يعني ليس منفيا. طيب ثالثا يدل على استقبال، والله لأذاكرن إن شاء الله. طيب أن يكون غير مفصول يعني لا يوجد فاصل بين لام الجواب لا والفعل المضارع أذاكر. طيب جواز توكيد الفعل المضارع إذا طبعا إذا سبق بطلب، وما هو الطلب؟ الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضير إذا إلى آخره، مثل هل تساعدن المريض، هل ألا تساعدن، يعني سبقه بطلب. كذلك بعد لا النافية، واتقوا فتنة لا تصيبن، لا النافية، انظروا إذا هنا يجوز سبق بلا النافية، أو سبق بإما مكونة طبعا من إن وما، إن الشرطية زائد ما تعطينا إما، وإما تخافن. طب متى يمتنع؟ إذا فقد شرطا من الشروط. ولكن هنا يمتنع توكيد الفعل المضارع إذا فقد شرطا من شروط وجوب توكيد الفعل، يعني لو فقد شرط من شروط الوجوب، من شروط الوجوب يمتنع التوكيد. انظروا مثلا إذا كان منفيا، لأننا كنا في شروط الوجوب أن يكون ماذا؟ أن يكون مثبت، هنا منفي، مثل والله لا أخون وطني، إذن هنا الفعل المضارع منفي وقع في جواب القسم، هو منفي في نفس الوقت. طيب لا يدل على استقبال، هو يقول الآن، نحن كنا لابد أن يكون الفعل مستقبل. طيب مفصولا، نحن قلنا ألا أن يكون غير مفصول، إذن هنا مفصول، والله لسوف يفلح المجيد. هذه الطريقة.